منال واماني ولاد الفنان القدير فاروق يوسف في مهاليزم. اخيرا اخيرا اخيرا. ازيك يا مهاوي؟ حبيبتي الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله تمام مهموم. اخيرا في مهاليزم. بصوا بقى انا محضره لكم مفاجاه، ماشي؟ غير بقى كل الفيديوهات اللي انتوا شفتوها، اوكي؟ طبعا دلوقتي فيه بقى تحدي هيبقى ما بينكم انتوا الاثنين، اوكي؟ هسالكم اسئله طبعا عن الفنان فاروق يوسف، وايه كل واحده هتجاوب لوحدها، ونشوف بقى الاجابات بتاعتكم زي بعض ولا لا. اوكي ماشي. امين. لا الكبير الكبير الكبير. ليه؟ بنسمع؟ لا طب اقف على الباب واسمع. الكبيره الاول. يلا اوكي باي باي. هاجي لكم تاني. انتظرونا بعد الفصل. ايوه مرسي اماني جدا. شفتي خلصنا ازاي؟ هنشوف بقى منال هتعمل ايه. مرسي يا منى. مرسي يا رب تكون اجاباتي صح. لا لا انا اجاباتي صح، انا واثقه منها. هنشوف اجابات منال. مرسي يا منال جدا، خلصنا واستنوا بقى الفيديو علشان تشوفوا اجاباتكم مع بعض كانت عامله ازاي، مين صح ومين غلط او مين جاوب ايه. انا صح. مرسي يا موها، وانا بجد مبسوطه ان انا معاكي النهارده مهاليزم. يلا بينا يلا بينا بقى يلا بينا. بصي بقى ان احنا هنبدا ايه اسئله سريعه، المفروض تجاوبي بقى ايه بمنتهى السرعه. طيب اوكي تمام. يلا، اسم الفنان فاروق يوسف بالكامل. فاروق محمد يوسف محمد حسن قصير الديل. اسمع كده. فاروق محمد يوسف محمد حسن قصير الديل. مواليد سنة كام؟ 28/3/43. يوم ميلاده نفس يوم ميلادك؟ أيوة. برضو إيه؟ الحمل. الحمل. دراسته إيه؟ بكالوريوس معهد فنون مسرحية. من محافظة إيه؟ بورسعيد. منين من بورسعيد؟ لا أنا من شرقها غربة. من شرقها؟ كلها العيلة منتشرة، هي أصلا قد كده. طيب بورسعيد. منين من بورسعيد؟ حي العرب. اوه. اكتر لون بيحبه؟ الازرق. الازرق. اكتر لون ما بيحبوش؟ الاسود. اسود. اكتر اكله بيحبها؟ السمك والجمبري والحاجات دي. السي فود. دي سمك والجمبري. اكتر اكله ما بيحبهاش؟ مفيش اكله ما بيحبهاش. لا ما كانش عنده حاجه ما بيحبهاش. هواياته ايه؟ القرايه والقراءه. اسم دلع بيحبه؟ رؤى. رؤى. اسم دلع ما بيحبوش؟ فرفور. فرفور. أول عمل مثل فيه؟ أبي فوق الشجرة. مش متذكرة اسمه، بس كان مع محمد الفنان الراحل محمد رضا، بس ده زمان قوي يعني كان قديم، بس مش متذكرة اسمه فعلا. لكن مش أبي فوق الشجرة؟ لا ما كانش أبي، ده كان لسه هو في المعهد يعني وقتها اول دخوله المعهد. طيب. لكن ابي فوق الشجره كان يكاد يكون في تانية او ثالثه. اول مسلسل مثل فيه؟ اول مسلسل مش عارفه، مش متذكره. لا مش متذكره، ممكن تكون ابن مجلع. مش متذكره. اول مسرحيه؟ ليلى والمجنون اعتقد تقريبا. اول مسرحيه مثل فيها المشخصاتيه. بيحب المسرح سينما فيديو؟ لا اكتر المسرح. المسرح. طيب اخر عمل مثل فيه؟ اخر عمل مثل فيه لا مش عارف. اخر عمل مثله كان الاصدقاء، مسلسل الاصدقاء. ده كان 2002. 2002 صح. اوكي. حكايه ان انتوا بتصحوا الصبح تلبسوا لبس الخروج وتقعدوا في البيت. كان يقول لي لازم ان انتوا شكلكم شيك، الباب خبط في اي لحظه تبقوا جاهزين. بابا كان دايما عنده الموضوع ده، ان لازم احنا الصبح نكون ستاند باي لاي حد هيكون بيخبط الباب، لازم نبقى اللي هو مستعدين. كان شديد عليكم؟ كان حازم لكن مش شديد. كان عصبي؟ ساعات. كان شديد؟ لا لا خالص. كان عصبي؟ مش عصبي لكن كان في حزن، حته حزن شويه. كان كوميدي جدا. طبعا. فيش اسرع من كده. ايوه برافو. كان هيبقى رد فعله ايه لو قلت له ان انت عايزه تمثلي؟ لا هيقول رايه ويسيب القرار ليه.
بس هو ما كانش حلو ما كانش حلو. ده انا ياما قلتها له اوريدي. انا ياما قلتها له قلت له عايزه امثل. كان دايما يقول لي عايزه تمثلي ادخلك المعهد تاخدي شهاده وهعلقها لك في بيتك، لكن مش هدخلك المجال او الوسط لان انا تعبت فيه كتير على بال ما يعني بقيت فاروق يوسف، فمش حابب ان انت تخشي المتاعب دي تاني. عينه لونها خضراء؟ عينه لونها اخضر فعسلي. اخضر فعسلي. قولي لي طوله قد ايه؟ طوله حوالي 175. 171 بس مش متذكره قوي يعني. وزنه؟ وزنه ما كانش بيزيد عن 80. كان دايما في رينج 73، كان بيلعب في الرينج ده، ما كانش يحب يتخن، كان دايما يحب يلعب في الرينج البسيط. طب قولي صفه ما حدش يعرفها عنه. صفه ما حدش يعرفها عنه ان هو رغاي بجد. يعني لما بيتكلم في موضوع ما تقدريش تعملي له ستوب، لازم يكمل موضوع للاخر. طيب قولي لي. انا هقول كده. ايوه عايزه. قولي لي صفه ما حدش يعرفها عنه. صفه ما حدش يعرفها عنه. بيحب يتكلم كتير. طيب اكتر دور بيحبه هو عمله وبيحبه؟ كل ادواره هو حبيبها، فيش دور هو ما حبهوش لان دايما بيجتهد عليه، دايما شايف ان هو بيجتهد على ادواره. كل اعماله بيحبها. اكتر دور ما بيحبوش؟ لا ما اللي بينتقد دايما حاجات في ادواره، لكن ما فيش دور ما بيحبوش، كلهم ولاده. لا خالص. لاي سبب من الاسباب؟ ما فيش دور عمله مثلا باي سبب من الاسباب تاني غير اسباب فنيه؟ لا طبعا اكيد في ادوار كتير اتعملت علشان في دول فنانين وراهم اسره وبيت وانتظامات مش هيضحك على بعض. لا اكيد في ادوار عملها مش راضي عنها بس كان مضطرين يعملها. لا هو 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 زي ما تقولي ان في ادوار ما كانش مش حاببها، ولكن مش هو ده الدور اللي شايف نفسه فيه، بس بيعمله زي ما قلنا علشان خاطر ظروف، يعني لازم هيشتغل مش هيقول لا. قولي لي كان بيدرس درس حاجه غير الفنون المسرحيه؟ لا. ايه ده انا ما كملتش سؤال. لا درس هو فنون مسرحيه فقط بس، يعني خلص مدرسه ودخل على طول. قولي لي طيب ايه اكتر الافلام اللي بتحبها له او الاعمال عامه؟ شرطين الابد، أمك زيزو حبيبي، هند والدكتور نعمان عشان كنا بنخاف منه. في حاجات كتير. النضارة كانت رهيبة. والجريمة نفسها. أيوة. لا أمك زيزو حبيبي كان حلو قوي، وخصوصا المواقف الكوميدية اللي كان بيعملها، وموضوع المعزة ده كان بالنسبة لي بيبوس معزة. أيوة. ده ازاي؟ والدور كله أصلا يعني. هو كمان كان عاشق للحيوانات قوي. قوي، فكان بيحب جميع الحيوانات بجميع أنواعها. ما كانش عنده مشكله انه يبوس اي الراجل بجد. الاعمال اللي بحبها له انا لا اكذب، ابي فوق الشجره. طيب دور عمله كان قريب جدا من شخصيته الحقيقيه؟ دور عمله قريب جدا من شخصيته الحقيقيه الزرزور شوية، علشان هو كوميديان فعلى طول الكوميديا معنا في البيت، لكن زي ما رجعنا نقول تاني بابا مفيش دور معين هتلاقيه فيه، لان هو لعب التراجيدي ولعب الكوميدي برضو مفيش خالص، مش هتلاقي الدور اللي يناسب الشخصية اللي عايشة معنا في البيت. هو شخصية كوكتيل كده، شوية كوميدي شوية تراجيدي شوية تلاقيه حزن معانا،